وانا بتكسف اعترف، يعني لو بحاجة صعبة ان انا اقولها او لو اتكررت ان انا اقولها، فانا قررت ان انا ما اعترفش تاني. ممكن يعني لو ابونا اتسأل السؤال ده او قالوا لبابا او ماما يقولوا له ايه؟ احنا مش مفروض نكسف من ابونا، لان هو ابونا، وهو لما بيسمع ضعفاتنا وخطايانا وغلطاتنا مش عشان نقل في نظره، لكن عشان يساعدنا ان احنا ما نغلطش تاني. يشبه الى حد كبير الدكتور لما بنروح دايما مكسوفين، طبعا الواحد يكشف جسمه قدام الدكتور، لكن مضطر يعمل كده من اجل الفايدة، عشان الدكتور يعرف انا عندي ايه المشاكل الصحية بتاعتي ويقدر يعالجني. ولو انا مثلا ليا اخطاء في الاكل ولا في التصرفات اللي خلتني ابقى مريض، انا مفروض كمان اقول للدكتور انا فعلا غلطت واكلت اكله مش مظبوطه، هي دي سببت لي التعب. ما اخبيش على الدكتور، لان لما هخبي عليه هو مش هيعرف يشخص، كاني بضلله. فنفس الحكايه ابونا، اعري نفسيتي يعني قدامه ان انا غلطان، انا بشتكي نفسي. ابونا لما بيلاقيني بشتكي نفسي وانا امين يحبني قوي ويفرح بيا، يحس ان انا امين وعايز اتغير مهما كانت الحاجه اللي بقولها صعبه، مهما كانت بشعه، مهما كانت. بالعكس بيحس ان ده انسان امين وجاي بيعترف عشان هو حريص على ابديته وعلى خلاصه وعلى غفران خطيته. فبنزداد في نظر ابونا مش بنقل. الحاجة التانية ان الخجل ده طبيعي، لازم الواحد يبقى خجلان. فيش واحد يقول لابونا خطيته وهو بيفتخر وهو كأن يعني ما فيش حاجة حصلت، يعني حاجة طبيعية سيدنا ان انا ابقى مكسوف. لازم طبعا، وإلا يبقى الانسان متعود على الخطية لدرجة ما بقتش بتخجله. والخجل ده يساعدني في ان انا ابطل. ليه؟ لان ساعة ما اجي اغلط هفتكر ان انا هقعد قدام ابونا وهو مكسوف، فمالوش لازمة أكسف نفسي تاني. صح. فده فايدة من فوائد الاعتراف عند الكاهن، إن أنا أبقى عايل هم أتكلم مع أبونا. وبعدين أقول لنفسي إيه؟ إذا كان أبونا اللي هو بيحبني وأنا مأتمنه على سري، لما بكشف نفسي قدامه ببقى خجلان، إيش حال لو اتفضحت قدام الدنيا كلها؟ يبقى إيه شكلي؟ إيش حال بقى لو واحد ربنا ما يسمحش لحد فينا يعني انكشف قدام كل البشرية في الدينونة في اليوم الأخير، هيبقى إيه موقفه؟ عشان كده أحسن لي إن أنا أنكشف قدام واحد بس أمين على سري، من إن أنا أنكشف قدام كل الناس.